الصادق ينتظر رومانوفسكي في بغداد. العراق بين الضرتين، أمريكا وإيران. بالبلدان المتأزمة تلجأ الدول المؤثرة إلى تغيير أدواتها بحال عجزت أدواتها القديمة عن التأثير. وعلى هذا الأساس ممكن نفهم تغيير طهران لسفيرها إرج مسجدي بسفير جديد. خلونا نشوف شنو القصة. مسجدي استلم مهمته عام 2017، ومؤخراً تم استبداله بمحمد كاظم آل صادق. طهران بررت القرار بكون مدة مسجدي انتهت، لكن الكل يعرف أن هناك شكاوى منه وأطراف عراقية تشوف تصريحاته غير مناسبة أحياناً، ومرات يتدخل بقصص ما تعني. لكن الأهم من كل هاي أنه طهران نفسها تعاني من تراجع تأثيرها بالعراق، لذلك تم اختيار آل صادق. ليش محمد كاظم آل صادق بالذات؟ واضح إنه الإيرانيين يعولون عليه بأن يملأ الفراغ اللي خلف غياب قاسم سليماني. آل صادق من الحرس الثوري وكان من المقربين لسليمان، عدا أنه مولود بالنجف ويجيد اللهجة العراقية بطلاقة، وعنده علاقات واسعة بالسياسيين الشيعة، وأساساً كان نائب السفير السابق ويعرف كل كواليس العملية السياسية بالعراق. لذلك مو غريبة التسريبات اللي شاعت اليوم حول وجود مبادرة وساطة جاي يقوم بها السفير الجديد للخروج من الانسداد السياسي اللي دخل شهر السابع. ورغم ما قيل من أنه سيد مقتدى رفض المبادرة مسبقاً، لكن السفير الجديد ما رفع راية الاستسلام وجاي يتحرك على باقي الأطراف، خصوصاً حلفاء الصدر يعني السيادة والبارتي، اللي يحاول وياهم بلكي يقنعون زعيم التيار بحل توافقي مع قوى الإطار. هنا ضروري ننتبه لتغير دبلوماسي آخر صار بالتوازي مع مجيء آل صادق، وهو تغيير السفير الأمريكي في بغداد ومجيء سفيرة بدلاً عنه، وهي ألينا رومانوفسكي اللي تتقن اللغة العربية وعندها خدمة 40 سنة بشؤون الشرق الأوسط، واشتغلت بالدفاع والخارجية والمخابرات. حسب تقارير صحفية أمريكية، هذه السفيرة تم اختيارها لإنجاز مهمتين أساسيتين. أولاً، الربط شعبياً بين المواطنين العراقيين والولايات المتحدة. ثانياً، تغيير نظرة واشنطن بالتعامل مع العراق من خلال التركيز على لوم إيران فقط، بمعنى أن واشنطن تمر بنفس المأزق اللي تعاني طهران، وهو العجز عن التأثير بالشأن العراقي. لكأنما نحن على عتبة مرحلة جديدة بالعراق، وهاي المرحلة اقتضت تغيير أدوات التأثير على الأرض. بالنتيجة واضح إنه العراق صار معضلة ما لها حل، معضلة مو بس لأهله ونخبته السياسية، بل حتى للقوى الخارجية اللي تتحكم به، ولهذا جاي يغيرون أدواتهم وطريقة إدارتهم، بلكي يلقون الباسورد. هسه شو وقت تنحل؟ هذا البلد بعقدة عجيبة الحقيقة ما حد يعرف، لا محمد الصادق ولا رومانوفسكي ولا حتى أبو علي الشيباني.
بلد عجيب. حياكم. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ورحب بضيوفي الكرام. الأستاذ هادي أفقهي ننتظره يجي ويانا، دبلوماسي إيراني سابق لحد الآن نحاول وياهم من طهران، يا رب يعني يستجيبوننا وتطلع صورته. وأيضا وياي أستاذ غالب الشابندر. أستاذ غالب عوف التليفون، هو غلقت هواله طلعت حتى غلقه يابا يدي سده سد. أستاذ غالب الشابندر باحث ومراقب سياسي من بغداد، مرحبا بضيوفي الكرام. أستاذ غالب، ليش دائما الإيرانيين يختارون سفراء بالعراق من الحرس الثوري؟ يعني ليش المفروض تكون هاي المهمة من مهمة وزارة الخارجية؟ ليش يتولاها الحرس الثوري الإيراني برأيك؟ تفضل أستاذ غالب. مرحبا بك ومرحبا بالأخوة المشاهدين وضيفك الكريم. هذا أمر طبيعي بالنسبة، لأنه العراق ولبنان وسوريا يعني الحرس الثوري يعتبرها قاعدة للامتداد الثوري الإيراني، الامتداد الثوري الإسلامي، يعني بؤرة ثورية. ففي مثل هذه الحال في الحقيقة لا ينفع السفير المدني، وإنما ينبغي أن هناك سفير متأدلج مؤدلج وسفير يحمل الرؤية الثورية وعلى امتداد ولاية الفقيه. هذه القضية في العراق. العراق الآن شوف، راح أقول لك فشي أخ عدنان، أنا حقيقة راح أهنيك على شيء جميل جدا في مقدمتك هذه. أي. لأول مرة عدنان اسمعني، لأول مرة أسمع كلام مقدم برنامج يعالج القضية العراقية من جهتين، الجهة الأولى، الجهة الأولى هو تاريخية العراق وطبيعة العراق والموقف الدولي. والإقليمي. كلها من يجون يعرضون قضية العراق، إيش قال الصدر؟ ايش قال الحلبوسي، ايش قال كذا، اما ايش قالت واشنطن، ايش قالت ايران، هذا بعيد عن التحليل السياسي، ما يذكر في هذا القضيه. فانا في الحقيقه اهنيك على هذا المدخل الجديد، يعني هذا لم يعني كمراقب سياسي. يعني اخي العزيز، اخي العزيز، الدوله ايران هي تؤمن بالثوره الاسلاميه العالميه، وتؤمن بأنه هذه الثورة تنبثق من طهران، انبثقت من طهران، وينبغي أن تمتد وتشمل العالم الإسلامي. والعقيدة المهدوية تكاد أن تكون محرك أساسي في هذه الثورة. هم لهم حق بهذا الشيء، هو فكرهم هذا يعني. طيب، فبهذه الحالة لا يمكن أن يؤتى بسفير مدني. طيب، سفير المدني علاقات خارجية، صفقات، جلسات، قهوة، شاي، مجاملات، ما ينفع في هذه القضية إطلاقا. طيب، فلا بد من يكون هناك سفير من جنس الرؤية الثورية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تقوم على أساس بأنه أن الإسلام ثورة عالمية وينبغي أن يحكم، وإن إسرائيل هاي منتهت القصة أبو عمار، يجب أن تحكم. هاي منتهت القصة مال تصدير الثورة. بس قبل إجابتك، قصدي هاي تصدير الثورة انتهت بعد في إيران. نعم. بس قبل إجابتك خليني أشرك الأستاذ هادي أفقهي، دبلوماسي إيراني. صوتك مشوش، الصوت مشوش، ما نفهم التعليق في الحقيقة. أستاذ هادي حياك الله، سؤالي إلى حضرتك، يعني لماذا الإيرانيين
دائما يعينون سفراء بالعراق من خلفيات الحرس الثوري، يعني هذا الملف المفروض أن يكون ملف وزارة الخارجية، يعني عندنا إحنا كاظم قمي، حسن دنائي، مسجدي، آل صادق، كلهم من خلفيات الحرس الثوري، يعني شعور أنه إحنا في حالة حرب. أستاذ هادي تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية والأستاذ الشاب بندر والمشاهدين الأعزاء. موضوع اختيار السفراء في الحقيقة ليس له علاقة بخلفيتهم الماضية، ممكن يكون أستاذ جامعي، ممكن يكون شخصية عسكرية، ممكن يكون شخصية أكاديمية، وممكن يكون من رحم وزارة الخارجية. فالأخوة الذي ذكرتهم وقبلهم ليس بالضرورة كلهم عسكريين، مثلا السيد دعاء عندما تعين أيام في الحقيقة الحكم السابق لم يكن من الحرس الثوري، أو الشخصيات التي تلت السيد دعائي. وثم من يريد أن ينخرط في سلك الوزارة الخارجية مهما كانت خلفيته عليه أن يستقيل، ومن ثم يصبح موظفا رسميا في وزارة الخارجية ويشرف على الملفات التي يريد أن يمارسها في الدولة المضيفة له، ومن ثم يبدأ أعماله وفق البروتوكولات ووفق المعاهدات الدولية واللياقة الدبلوماسية والبروتوكولات الخاصة بمهامه. طيب إذن ليس يعني موضوع شائك جدا أنه لماذا من الحرس أو من غير الحرس. طيب إحنا يعني بالعراق نشوف أكو زيارات لمسؤولين إيرانيين كثر، يعني مثلا السيد إسماعيل قاآني، يأتي قبله السيد سليماني، مع وجود السفير الإيراني. أنتوا تواجهون مشكلة، إيران تواجه مشكلة بفرض سياستها بالعراق، يعني الفراغ الذي ترك سليماني لا يملأه مسجدي ولا آل صادق، عندكم هيك مشكلة أستاذ هادي؟ يعني هذين موضوعين مختلفين، كل لهما حيثيتهما. الموضوع الأول أنه لماذا مع وجود سفير يأتي السيد قاآني وقبله الشهيد سليماني، هذا عادي، يعني هناك شخصيات أمريكية، مع وجود سفير أمريكي يأتي وزير خارجية، يأتي مساعد وزير خارجية، يأتي وزير دفاع، يعني هذه ليست ظاهرة غريبة من أنه مع وجود السفير تأتي شخصيات أمنية أو تأتي شخصيات عسكرية أو تأتي شخصيات حتى اقتصادية وما إلى ذلك. هذا يتبع المهام، يعني بعض الأحيان المهام الموكلة إلى السفير لا تسمح له أن يخترق مهامه الروتينية، ويجب أن يأتي ما فوقه، إما وزير خارجية أو إذا كان الموضوع عسكريا تأتي شخصية عسكرية تدخل بصفة رسمية إلى العراق. وكما شاهدنا يعني السيد الشهيد سليماني والسيد قاآني كلهم يدخلون إلى العراق بويزا وبتنسيق مع الحكومة العراقية وبتنسيق مع وزارة الخارجية. إذن حسب المهام الموكلة، إذا كانت المهمة أعلى من صلاحية السفير فتأتي شخصية من ما فوق السفير من الوزارة الخارجية أو من الشخصية التي تتناسب مع المهمة الموكلة إليه. أستاذ هادي، يعني أنا أذكر بشكل جيد السفير مسجدي كان يتدخل بالكثير من القضايا اللي هي مو من ضمن صلاحياته، أنت دبلوماسي سابق وتعرف هذا الشيء بشكل جيد. يعني مثلا تصريح للسيد مسجدي يقول حكومة الأغلبية لا تلائم الوضع السياسي الحالي، وحكومة التوافق ستكون خيار أفضل من حكومة الأغلبية. بخبرتك الدبلوماسية، ممكن أن يكون سفير في دولة يتحدث بهذه التفصيلة السياسية أنه يتدخل بهيج عمق من المشكلة السياسية بالعراق، أنه لا أني أقول ممكن العراقيين تناسبهم حكومة التوافق ما تناسبهم حكومة الأغلبية، وأنت تعرف بشكل جيد أنت دبلوماسي أنه هاي قصة خطرة جداً. احنا ما اعرف السفير العراقي بايران يمكن ما يقدر يشتري له بطل بيبسي، بس السفير الايراني في العراق يدخل ويتحدث بهيج قصه. تفضل استاذ.
يعني تصريح السفير حول موضوع سياسي معين شيء، والتدخل بصورة مباشرة شيء آخر. نحن لا ننسى تدخل السفارات الأجنبية وخصوصا السفارة الأمريكية التي ما زالت يعني حكومته تحتل العراق وتسيطر على قواعد عسكرية وتقصف القوات العسكرية سواء على الحشد على مستوى الحشد الشعبي أو على مستوى الجيش وما إلى ذلك. هذا تدخل، أما أنه سفير يبدي رأيه وهو أي دبلوماسي من حقه أن يبدي رأيه، وهذا الرأي ليس له ضمانة تنفيذية أو فرض على هذا الفريق أو على ذلك الفريق أنه أنا مع الإطار التنسيقي أو مع التيار الصدري. هذه رؤية يعني سياسية، ممكن أي سفير آخر يعلن بالأعراف الدبلوماسية جائز أن يتحدث سفير دولة أجنبية بهذه الطريقة. ممكن السفير الإيراني العراقي عفوا في إيران يناصر يناصر تيار على حساب تيار في إيران مثلا، ممكن عندكم؟ لا هذا غير صحيح. السيد مسجدي لم يقصد هذا، هو أبدى رؤية. طبعا أنا لم أسمع هذا التصريح، ولكن ثقة مما تنقله أنت حضرتك أنا أقول أنا كنت سفير وكنت أبدي رأيي في قضايا البلدان بدون التدخل. إبداء الرأي شيء والتدخل شيء آخر. ما نراه الآن من يتدخل هي السفارة الأجنبية وليست سفارة إيران. يعني ما أعرف شنو الفرق برأيك، شنو الفرق بين إبداء الرأي وغيره؟ ما أعرف، ممكن توضح لي؟ أنت خبير ومحلل، أنت خبير ومحاور ما شاء الله، وتعرف ماذا أقصد. إبداء الرأي رأي سياسي لأي شخصية داخلية أو خارجية، غير أنه يأمر ويتدخل ويعين ويعزل. طيب أستاذ غالب، يعني الآن عندنا سفير جديد لإيران السيد آل صادق، يعني وهو معروف عنه أنه من مواليد النجف أستاذ غالب، ويتقن اللهجة العراقية، يعني هو متقن هذه، وأيضا على ما يبدو لديه مبادرة بحيث أنه بدأ يتحرك حول مبادرته، وهو الرجل يعني عنده خبرة، هو أيضا معاون السفير السابق وأيضا كان قريب جدا من سليماني. أنت تعول على آل صادق ممكن أنه يقدم شيء لم يقدمه السفراء اللي قبله أستاذ غالب؟ أخي العزيز، يعني مع كل احترامي للأخ الكريم الدبلوماسي العزيز، لأنه كان جوابه تبريري أكثر من كونه بنيوي. طبعا للعلم ومقدما السفارة الأمريكية تتدخل بالشأن العراقي في العمق، ونحن كعراقيين نرفض هذا التدخل جملة وتفصيلا. السفارة الأمريكية تتدخل برئيس الوزراء، تتدخل بتعيين رئيس الجمهورية، وكذلك الجمهورية الإسلامية تتدخل في نفس المستوى وبشكل صريح وعلى لسان قيادات إيرانية عالية المستوى. فنحن لن ننسى تصريح 3-0، ولن ننسى تصريح إلى أنه نحن الذين عينا الحكومة في العراق أو الحكومة العراقية لثلاث مراحل. كذلك يعني الأخ العزيز، يعني أنا يعني بالنظر أمريكا لا عتب عليها، أمريكا دولة استعمارية مجرمة داعمة للصهيونية، داعمة للعنصرية، تريد أن تشتت الشرق الأوسط، تريد إلى آخره. لكن أنا أسأل سعادة الأخ العزيز السفير، ما هي صلاحية الشهيد سليماني أن يجتمع بالزوبعي مثلا؟ والزوبعي معروف عنا إلى أنه صاحب وشيء إرهابية وداعشية. يعني ما هو تدخل الأخ الشهير سليماني عندما كان يأتي ويجتمع بالمعارضة العراقية، يجتمع بالعشائر، يعني مسجدي اجتمع بالعشائر. فيا أخي العزيز التدخل واضح، يعني لا يوجد عليه غبار، هذا واقع. يعني الدبلوماسية لا تعني التعمي على الحقائق، ربما يعني تفسير الحقائق باتجاه معين، أما التعمية على الحقائق فهذه ليست من آداب الدبلوماسية، آداب السياسية أقصد، يعني مو آداب أخلاقية يعني، ولا من مهمات الدبلوماسية يعني. ثم يعني نحن كثير من عوامل التدخل واضحة، يعني أن يذهب اجتماع بمقتدى الصدر مثلا. هذه القضية في الحقيقة، كما نرفض
او كما هو غير دقيق. استاذ غالب، انت اكيد تابعت الحفاوة اللي تم استقبال السفير آل صادق بها من قبل العشائر، بعض العشائر العراقية يعني من قوميات، واجوا واستقبلوا واحتفوا به. هذا لم يحصل. لا دليل على ذلك. صحيح، شوف، ربما راح اكون شوية قاسي جدا، ربما السفير الأمريكي أيضا يحظى بمثل هذه الحفاوة. هذه ليست أدلة دامغة أو أدلة قوية على وجود تعاطف كبير. أنت تعرف المجتمع العراقي الآن مجتمع معقد، والظروف العاملة في هذا المجتمع وفي هذه البلد متناظرة. ربما اليوم يستقبلون مسجدي، ربما غدا يرفضون مسجدي أو كذا. هذا الشيء واضح يا أخي العزيز. التدخل الخارجي، كل دول الجوار تتدخل في العراق، يعني ليس فقط أمريكا، روسيا لا تتدخل في العراق بشكل كبير. ليش؟ هو هذا الفكرة الأوراسية اللي طرحها بوتين، واللي هي الوصول إلى البحر الأسود. لا تودين البوتين أستاذ، بوتين ملتهب أوكرانيا. يعني عفنا عندنا، إحنا الآن عندنا سفير إيراني جديد، وعندنا سفيرة أمريكية جديدة. اسمح لي خلنا أكمل. يعني عندما تأتي سفيرة أمريكية، سفيرة أمريكية عندما تأتي وهي مخضرمة بالعمل الدبلوماسي ومخضرمة بالعمل السياسي، وهي تجيد اللغة العربية وربما تجيد اللهجة العراقية ولها علاقات CIA وغير هذا، أخذ بنظر الاعتبار واقع العراق الموجود. واقع العراق يتطلب مثل هذه السفيرة. هم يودوا لك سفير اقتصادي وسفير سلام. طيب، وسفير على 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 كلامك، على كلام هذا أسس على كلامك أنه هذه أمريكا. نعم. البلد الاستعماري، البلد الكافر، البلد الاستحواذي، البلد الاحتلالي اللي احتلنا. لا، إيران إيش بيكم؟ قلت ما قلت كافر. أنا عمو. نعم، بس يا واش، يعني الشيطان الأكبر، بس أنطيني فرصة الأستاذ هادي. إيران ليش تتابع الخطى؟ يعني إذا الأمريكان ودورهم سيء بالعراق، ليش الإيرانيين دورهم سيء؟ إذا الأمريكان محتلين وينتهكون السيادة العراقية، ليش الإيرانيين ينتهكون السيادة العراقية؟ إذا الأمريكان مثلا ما يريدون الخير للعراق، ليش الإيرانيين يضربون أربيل مرة ويدعمون جماعات مسلحة بالعراق مرة، والحكومة تعاني والبلد يعاني، ووضعنا كبلد وضع يعني صعب جدا وما يحتاج تأزيم أكثر؟ ليش إيران تساهم بالسوء اللي يساهمون به الأمريكان؟ أستاذ هادي تفضل. يعني هذا قياس مع الفارق أخي العزيز. الدور الذي تقوم به إيران هو لصالح الأمن العراقي. وأنت حضرتك تتذكر عندما ظهر داعش، أول وآخر دولة وقفت إلى جانب العراق حكومة وشعبا وقوات مسلحة، وهذا باعتراف شخصيات سياسية مرموقة كردية وسنية وشيعية. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، طرحت ملف آخر إذا تحب إحنا ندخل فيه بالتفاصيل، موضوع أربيل. 23 رسالة وشكوى إيرانية أرسلتها وزارة الخارجية الإيرانية إلى وزارة الخارجية العراقية. ماذا كان الرد؟ أنه نحن نرسل هذه الرسائل إلى أقليم كردستان. يا جماعة الخير، الموساد يقوم بنشاط ضد مصالحنا، ضد استقلالنا وأمننا من أربيل. فنرجو منكم أن تتابعوا الموضوع وتمنعوا هذا النشاط الصهيوني من أربيل. إذن موضوع أربيل موضوع له ملف آخر. أما أنت طرحت قضايا هامة جدا وقارنت بين الحضور الأمريكي أستاذ هادي، حضور غير مشروع. بس سؤال، يعني على حد معلوماتي البسيطة جدا، آسف للمقاطعة، بس ليش الموساد يعني يحتاجون أربيل أنه حتى يمارسون نشاطهم؟ الموساد موجودين في طهران، الموساد عملياتهم في طهران. يعني أربيل إيش معنى؟ يعني ليش مثلا؟ لا فارق، لا أنا أرجوك
الموساد لو كان في إيران مثل أربيل كان لم تبقى له باقي. الموساد في إيران يقوم بعمليات إرهابية ويهرب ويختفي وربما يلقى القبض عليه، ولكن في أربيل قاعدة رسمية، قاعدة حرير، قاعدة إسرائيلية ولكن بغطاء أمريكي. ليش الإسرائيليين يحتاجون إلى قاعدة في أربيل برأيك؟ مكاتب رسمية بتعاون وعلم الحكومة الإقليمية. يعني مثلا أستاذ، يعني أنا أفهم أنه اللي يعني الله يرحمه الحاج سليماني وأبي أبو مهدي المهندس تم استهدافهم من فلوريدا، يعني مثلا الإسرائيليين من يصيرون بأربيل، يعني مثلا شنو يتقربوا لهم كم شبخة شبختين؟ هاي الشبخة معروفة، يعني خطوة خطوتين، اي ما يعرف قصدي. يعني أنا أرجوك أنت مثل ما اعترض الدكتور شابندر، أنا ما أعترض أنه متخلينا كمل الفكرة، مع الأسف أنا جاي أتداخل، يعني الوقت أنا حافظ لحضرتك بس جاي أتداخل مع حضرتك. إمطار الأسئلة نعم. بدون لا خليني أكمل الفكرة لأن طيب. سؤالك مهم وأنا يعجبني الأسئلة طيب. بس أرجوك انطيني فسحة ولو قليلة من الزمن أبدا تقاطعني. أنا وياك فأنا راح أجيب على كل هذه الأسئلة برواء وبهدوء. موضوع عندما قامت أمريكا بضربة في الحقيقة الشهيدين قادة النصر، ردت إيران على قاعدة الأسد. لماذا؟ لأن 90% من ترتيب العملية عمليا وليس تخطيطا، التخطيط صحيح تم في أمريكا ولكن الضربة تمت من العراق، من داخل العراق وعلى في مطار، يعني جالب المطار كانت الضربة. إذا أتت الضربة من عين الأسد، أرد الحجر من حيث أتى. هذا الموضوع فيما يتعلق بالأمريكيين. فيما يتعلق بالإسرائيليين في أربيل، هناك أقول ما زالت هناك مكاتب أخرى للصهاينة للموساد. وعندما ضربت هذه القاعدة للموساد اعترف، يعني الإسرائيليون اعترفوا وحتى الأمريكان اعترفوا أنه هذه كانت قاعدة تجسس وقاعدة ينطلق منها عدوان على الأراضي الإيرانية، وضربوا قاعدة للحرس الثوري في مدينة ماهداش في كرمانشاه، وأتت المسيرات انطلقت من أربيل. فهذه في الحقيقة قانون حق الدفاع عن النفس، أنه نحن يحق لنا أن نضرب، كما أنه هناك في إقليم كردستان الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني يتخذ من الإقليم قواعد انطلاق عمليات إرهابية للداخل الإيراني. ليش دعمتوا في مواجهة؟ طيب. لا يمكن لأي دولة لماذا أن تسمح لأنه ينطلق. أرجوك، لماذا دعمت إيران الحزب الديمقراطي الكردستاني إذا كان حزب عميل لإسرائيل؟ ليش دعمتوا في حربة أمام داعش؟ لا، هذه قضية وطنية. داعش كانت في كل الأماكن. داعش احتلت 3 محافظات أساسية: محافظة الأنبار، محافظة صلاح الدين، ومحافظة نينوى. وتحرك داعش صوب أربيل أي إقليم كردستان. إذن الدفاع بدأ من المناطق السنية بفتوى آية الله العظمى السيد السيستاني يحفظه الله. إذن موضوع داعش لا يقتصر فقط على إقليم كردستان، هذا واحد. الموضوع الثاني، مسعود بارزاني هاتف الشهيد سليماني أنه داعش تتجه إلينا وأرجوك انقذنا، لأن أصدقائنا لا الأمريكيين ولا البريطانيين ولا الفرنسيين لم يجيبوا حتى على اتصالاتنا الهاتفية. فاستأذنه الشهيد سليماني أنه أصبر للصبح، قال له الآن إذا لم تأتي أنا أجي إلى إيران. هذه المكالمة موجودة واعتراف يعني صريح من مسعود بارزاني على محطة البي بي سي العربية. طيب. فإذا هذا طلب كما طلب السيد نور المالكي أنه داعش وصلت إلى جرف الصخر. يعني هذه بصراحة أستاذ هذه لحد الآن موضع شك تماما، لأن الحزب الديمقراطي نكروها تماما أنه طيب كان هذا الاتصال مع بين السيد مسعود بارزاني والسيد سليماني، كان قال له روح إلى إسرائيل خلي يساعدوك. يعني خليني أخذ مداخلة من أستاذ غالب الشابندر. أستاذ غالب، يعني خلاص الإيرانيين يشوفون لهم الحق بالعراق، يعني أستاذ هادي يتحدث يقول أنه السيستاني موجود بالعراق، الحشد الشعبي موجود بالعراق،
فتوى الجهاد الكفائي، وكأنه هذه أشياء يعني ما أعرف شنو الآصرة بين هذه الأشياء وبين إيران، ما جاي أفهمها بصراحة. تفضل أستاذ غالب. السيد هذا المحترم، أكلمك بكل قلبي أخا مسلما وأخا عزيزا. أولا بالنسبة إلى داعش، حتى أمريكا ساهمت في ضرب داعش. شوف أنا أريد أكون واقعي، أنا سياسي واقعي. قتلت كثير من زعماء داعش، قدمت كثير من الدعم اللوجستي إلى الاتحاد، إلى الجيش العراقي وغير الجيش العراقي. هسه هذا الدفاع أو هذا العمل هو لغايات خبيثة لغايات طيبة؟ أنا لا أدري، بس هو سياسي. الأمريكان أيضا ساهموا في هذا الجانب، هذا واحد. الشيء الثاني، لو لم تدخل إيران، ينبغي على إيران أن تدخل في محاربة داعش، لأنه أصبحت على أطراف داعش، أطراف إيران هي على الديادة. ولو دخل داعش إلى إيران يكون لها دور خبيث جدا. ولذلك دفاعا عن وطنكم، أيضا دفاعكم على العراق إذا كان هذا الدفاع هو أيضا دفاع عن الوطن، عن الوطن الإيراني. ثالثا، لم، وهذا باعتراف حتى الإخوة الإيرانيين، لم تقدم إيران أي سلاح للعراق إلا بأموال وأموال مضاعفة، وهذا هو عتب أخوي على إيران. كما أنها حولت كثير من روافد الماء اللي موجودة في الأرض العراقية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كذلك العراقيون يعتبون في هذا الجانب، وهذه قضية للأسف الشديد سوف تثار حتى في المستقبل. الفتوى الحقيقية أو الجهاد الحقيقي أو باني الجهاد الحقيقي هو فتوى السيد علي السيستاني. ولذلك السيد علي السيستاني هو خيمة وطن للعراق وإيران، وهو الفتوى التي أنقذت العراق وإيران من خطر داعش. لا أمريكا ولا إيران ولا فلان ولا علان ولا بلان. وأكبر دليل على ذلك أن الفتوى هي التي جيشت الجيوش، وهي التي شنو فضل إيران على العراق؟ لا النداء الإيراني، بس أريد أفهم هذا الشيء أستاذ غالب، ليش الإيرانيين دائما بحديثهم يقولون أنه إحنا ناصرناكم في مواجهة داعش، الحشد الشعبي إحنا مساندين وداعمين، فتوى الجهاد الكفائي، الحاج سليماني؟ أريد أفهم كعراقي والجمهور العراقي يريد يفهم ماذا، ما هو فضل إيران نحن العراقيين على العراقيين بمحاربة داعش؟ شنو فضلهم حتى نحسم هاي؟ نحن أيضا إذا لهم فضل، مثل ما تفضل الأخ الكريم إنه دعمونا، فأنا أقول له نحن أيضا لنا فضل على إيران. أولا نحن أسواقنا مفتوحة للصادرات الإيرانية بشكل مذهل، ولولا هذا الزخم الاقتصادي باعتراف الأخوة الإيرانيين لإيران أصابها لا سمح الله قحط وجوع، هذا واحد. الشيء الثاني، نحن قاتلنا داعش دفاعا عن العراق وعن إيران، ودفاع عن السعودية، ودفاع عن الأردن. طيب، نحن دافعنا وقاتلنا داعش دفاعا عن الجميع. أخي العزيز، الشيء الآخر، أخي الكريم، هسه احنا كلش بسيطة، يعني احنا هسه كهرباء انقطعت اكو بها نوع من الـ من 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 عدم الـ يعني المرونة تجاه هذه القضية. يعني طيب، احنا انا اتكلم بالواقع. قبل لا ندخل بهذا الشيء استاذ غالب، ما اريد ادخل فيك قصة، ارجوك خلني اكمل لك. اقول للاخ سيد هادي، ثق واعتقد ان عمق ايران في العراق وليس عمق العراق في ايران. اخي سيد هادي، إذا ضاع العراق ضاع إيران، لكن إذا ضاعت إيران ليس شرطاً. أنت راح تحكي بوجدانية، اعطيني مجال، اعطيني مجال شوية بعيداً عن هيش قصة. لا، ضاع العراق ضاع إيران. أنا أحكي لك استراتيجية. يا أستاذ غالب، أنا أحكي لك استراتيجية. طيب أخي، أحكي لك استراتيجية، خليني أكمل. أنا أحكي لك استراتيجية. إذا فوضى صارت بالعراق يبقى شرق أوسط. أنت قبل شوية قلت
قلت إلى أنه العراق أصبح مركز خطر، إلى أنه إذا صار بتقسيم عبارك تبقى دولة إقليمية. طيب لا تبقى دولة إقليمية بس عزيز، بس خلينا نهدأ شوي أستاذ غالب، بس أعطينا مجال شوي، أعطينا عطل. والله أنا هادي بس أنت بتخليني أكمل، بس أعطيني فرصة. هو أقول لك هو أنا وياك وأستاذ هادي شعدنا بعد، أعطيني فرصة يا واش أستاذ هادي. يعني الآن أكو انطباع أكو انطباع لدى الشارع العراقي إنه إيران تدعم وتساند قوى الإطار التنسيقي اللي يقف خلف فصائل المقاومة، في حين التحالف الثلاثي اللي مثله وفي طليحته السيد مقتدى الصدر إيران بالضد من عنده. هذا في يعني أقول هذا في مخيال الشارع العراقي، هذا خطر جدا، هاي لعبة خطرة جدا. إيران تخسر الشارع العراقي عندما تنتمي إلى جهة سياسية على حساب جهة سياسية. ظليت أجيب على السؤال تسمح لي؟ نعم تفضل. أنت لا تعاملني وكأنه أنا متسلط على حضرتك. ألو. بالعكس يعني تفضل خذ راحتك أستاذ هادي، بالعكس. فيما يتعلق بموضوع داعش، هناك اعترافات أمريكية وصلت إلى حد التواتر أستاذ غالب العزيز. هم اعترفوا أنه نحن الذين أوجدنا داعش. السيدة هيلاري كلينتون قالت هذا الموضوع، وكذلك ترامب، وهناك اعترافات يعني أنه الآن تعاد عملية إنتاج داعش مرة أخرى بعد الهزيمة التي لحقت به وبعد تحرير هذه المحافظات الثلاث الأساسية. لم يبق لداعش باقية، وإنما لم نسمع كثيرا عن داعش إلا أن بعد عاد الحزب الديمقراطي الذي هو الذي أسس لداعش، واليوم يعيد إنتاج داعش. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني الأمريكي، موضوع دخول لا إيران. أنا رحت على الكردستان، كان هناك طلبا مباشرا. ألو لا أنا رحت على الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنت جاي تتحدث على الأمريكي. أكو ديلي بيني وبينك أستاذ هادي، تفضل تفضل. الآن على أي سؤال أجيب أخي العزيز؟ السؤال الأول إلى حضرتك، يا ريت جاوبني على السؤال الأول، أنه إيران تخسر الشارع العراقي بانحيازها إلى جهة سياسية على حساب جهة سياسية أخرى. طيب طيب، أولا فيما يتعلق بما طرحت أنه إيران هي ضد السيد مقتدى الصدر، هذا غير صحيح، والدليل على ذلك أنه أعضاء من عائلة السيد مقتدى الصدر الآن في إيران، وهو يتردد على إيران بكل سهولة ويدرس يعني يكمل بحثه الفقهي على مستوى بحث الخارج عند العلامة الشيخ جعفر السبحاني في قوم. هذه أشرطة موجودة، وهذا حضور، وهذا تردد، وهذا جواز السفر. إذن إيران تبسط يدها وتفتح ذراعيها لسماحة السيد مقتدى الصدر. أما أنه هناك حساسيات مواقف السيد الصدر، من حقه أن يبدي رأيه، وهذا له جمهوره، ونحن نحترم جمهور السيد الصدر. ولكن لعلمك أخي العزيز، جمهور سماحة السيد مقتدى الصدر لا يمثل كل جمهور العراق. يعني حتى عندما أطلق الشعارات ضد إيران في ساحة التحرير وقالوا إيران برا برا، سألوه هل هذا موقفكم سيدنا؟ قال هذا موقف يعني أهانة طبعا هذا الذين قالوا، لا أريد أن أعيد ما تفضل به سماحة السيد الصدر. إذن موضوع إيران هو يشمل المسافة المتساوية مع كل الأفرقاء. وعندما تفضلت في بداية حديثك أنه السيد محمد كاظم آل صادق، وهو صديقي يعني القديم، أعرف أنه هو صحيح ابن العراق، وسألته قبل أن يأتي إليكم ويستقر في السفارة، سألته كيف ستتعامل مع المشاكل العراقية. قال وصية الشهيد قاسم سليماني بعدها في إذنه، أنه يحافظ على مسافته مع كل الأحزاب، كل التيارات، كل الشخصيات.
وما تفضلت به أنه استقبل من قبل بعض العشائر. طيب. هذه علاقات تسمى علاقات دبلوماسية العامة. أي سفير من حقه أن يمارس نشاطاته على مستوى الدبلوماسية العامة، وأن يكون سفير أنه ولكن بعلم وفي الإطار المحدود، وليس مثل السبهان الذي تدخل إلى حد أنه طردته السفارة الوزارة الخارجية العراقية، يعني طلبت منه أن يترك العراق بأنه شخصية غير مرغوب فيها. طيب إذن بس إيران تحترم سؤال الإرادة العراقية وتريد أن توحد في الحقيقة. يعني تحدثت عن شعار إيران برا برا، وأنه السيد مقتدى تبرأ من هذا الشعار. وقال سؤالي إلى حضرتك، وأنت دبلوماسي سابق ولديك باع يعني وعندك علاقة مع السيد آل صادق ومتابع بشكل جيد للعراق، هل تدرك مكانة إيران اليوم لدى الشارع العراقي أستاذ هادي؟ يعني لا بس أن تقوم يعني قناتكم وقنوات أخرى مستقلة باستفتاء أو استطلاع على الأقل فلنرى. وأضرب لك مثال، ليش نروح بعيد؟ عندما استشهد الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، أرادت السفارة أن تجمع رفات هؤلاء الشهداء وترسلهم مباشرة إلى إيران، وحقك والله العظيم عشائر هددت أنه لا نسمح بأن تنتقل هذه الجثامين إلا أن نشيعها على أيدينا، وطالبت بعض المحافظات أنه نرجوكم اسمحوا لنا تقديرا لما قدماه هذان قائدان النصر أن تشيعهما في محافظة محافظة في العراق، ومن ثم تنقل الجثامين. طيب. وهذه العملية اسألوا الآن السفير، هو الذي نقل لنا هذه العملية، ونحن شاهدنا التشيع الضخم منقطع النظير لقادة النصر. اختلط الدم الإيراني مع الدم العراقي في مواجهة الإرهاب أخي العزيز. طيب يعني بمعنى أنه لدى إيران الحكومة والنظام والحرس الثوري وكل المؤسسات أنه العراقيين محبين لإيران، داعمين لسياسة إيران، غير متذمرين من إيران ومن دور إيران. هذه الفكرة اللي تريد تنقلها إلى اليوم، يعني حقيقة أنت تقولني ما لا أقوله أنا. أنا لم أقول كل العراقيين، أنا قلت ليس كما أغلبية. تدعي أنه كل العراق يكره إيران، هناك من يحب إيران هو من يكره، هذا خيال. طيب. الشعب العراقي يعني ليس. طيب. بس خلي أخذ أستاذ غالب، يعني باعتباره عراقي بسيط جدا ويتنقل بين العراقيين، أعطيني يعني أمريكا مكروهة في العراق، بس يعني إذا تحب تتحدث عن مكانة أمريكا وإيران، بس أعطيني فكرة عن أنه كيف العراقيين ينظرون إلى السياسة الإيرانية بالعراق، إلى مسجدي، إلى آل صادق، إلى أنا أنساهم سفراء. والله بكل صراحة حسن فرح إن شاء الله من قلب المحب ولا يتكلم بوجهين إن شاء الله، يعني إن شاء الله إن شاء الله من قلب المحب. أخي العزيز، موقعية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشارع العراقي بما في الشارع الشيعي أخذت تتراجع صراحة. لا يعني هذا إلى أنه هو شارع مفتوح إلى أمريكا، لا أبدا أبدا نهائيا. أما بالنسبة للأخ الكريم يتكلم عن داعش وأمريكا هي اللي صنعت داعش، هذا لا نقاش حوله، ولكن ليعلم ليش تراجعت أبو عمار؟ إعداد داعش موجودة في إيران لفترة طويلة، على ما يبدو غير مدركين أنه أنها تراجعت. ليش تراجعت برأيك؟ لا شوف أخي العزيز الأخ دبلوماسي وهو أفهم مني في جانب الدبلوماسي، أي تدخل من قبل أي دولة في دولة أخرى حتى إذا كان في البداية محمود ومقبول، إذا طال واستمر ينعكس سلبا على هذه الدولة، سواء كانت إيران أو أمريكا أو السعودية أو تركيا وكذا. هذا مسألة واضح، يعني أكو قضايا يعني جيوبوليتيكية من الصعب إنكارها. يعني شوف هسه بعض الدول الخليجية طردت الشيعة من أرضها، طردت كمية كبيرة من الشيعة وجاءت بهنود وجاءت بباكستانيين وجاءت ببعثيين وأدخلتهم وأعطتهم جناسي،
بعد فترة أخذوا قروض من البنوك وهربوا من هذا البلد، والآن هم يعانون من هذه المشكلة. هذا المشكلة يعني ما بها كافلة، حتى التدخل إذا كان إيجابي بعد ذلك إلى أنه هذه الدولة التي المضيفة أو المرحبة أو المجتمع المرحب بعد ذلك لا، يقول له أخي العزيز أنت ساعدتني وبارك الله بك، ولكن ينبغي عليك أن تنسحب إلى حدودك وتحترم إرادتي. هذا واقع جيوبوليتيكي، وأنا أعتب على الأخ الكريم يعني، وأقول له أخي العزيز يا سيد هادي، مع الأسف الشديد بعض القيادات الإيرانية ترحب بمن يصدقها لا بمن يصدقها. طيب أنا أخي العزيز رحبوا بمن يصدقكم لا بمن يصدقكم. يعني يعني اكو من يكذب، اعتقد الى ان هناك اكو قيادات عراقيه تكذب على هناك من قلبه ينزف دما، اكو قيادات عراقيه تكذب على ايران دما، اكو قيادات عراقيه تكذب على 100%. اضرب لك مثال عندما مرض سماحة الإمام السيد خامنئي ذهب أحدهم من القيادات العراقية الموجودة الآن وقال له كل عائلات العراق ترفع يدها بالدعاء بالشفاء لك، كذب. وهو سيد وقائد وعايش بإيران ومن القيادات. طيب المسألة مسألة ضمير، يعني هسه انت قلت لي حشيات وجدانيات، هسه انا احكي لك ولو هناك مو وجدانيات انا اللي حكيته، من قلت الى انه اذا العراق راح الشرق الاوسط كله يروح بما فيه ايران يا اخي العزيز، لان هو المرتكز وهو البوتقه يعني. بس هو الاخوه في الجمهوريه الاسلاميه يعني يستقبلون من يصدقهم لا لمن يصدقهم، ويبدو هاي عاده الثوريين، عاده الثوريين والذي يدخل في النفق الثوري. انت ليش ما انت ما تلقيت دعوه لزياره ايران ابو عمار؟ هذا لا والله ما تلقيت، وانا دائما واعتقد السيد هاني يعرف انا موقفي من اول 6 أشهر في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه قلت لا للتدخل الايراني بالقضيه العراقيه. طيب. كما لا للتدخل الليبي في القضيه العراقيه، وسال اخ نور المالكي، اسال عمار الحكيم، كلهم اسالهم كلهم. طيب اسالهم. انا اسال شيء استاذ هادي، يعني عن يعني هو دبلوماسي، كررت هاي اكثر من مره، بس اقول اليوم كان هناك لقاء للسيد آل صادق مع السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى. أنا أريد أقارن تحركات السفير الإيراني بالعراق، وأقول يعني من حقنا أنه إحنا نقول شلون تحركات سفيرنا العراقي في إيران. هل من حق السفير العراقي في إيران مثلا أن يلتقي برئيس السلطة القضائية؟ هل من حق السفير العراقي في إيران مثلا أن يقول كذا كذا بالشأن السياسي الإيراني؟ لو ما يقدر يصرح بهاي الأشياء في حين السفير الإيراني جدا ماخذ راحته ويلتقي برئيس السلطة القضائية وزعماء سياسيين وشيوخ عشائر يا أستاذ هادي. يعني حقيقة أسئلتك غريبة، لم تعرف مهام السفير. السفير يمثل دولة، يمثل كل الكيان، يمثل كل مؤسسات الجمهورية حسب القوانين المنصوصة في مهامه. مرة تستدعي قضية قضائية مثل ما زال الملف حول استشهاد الشهيد سليماني مفتوح، وهناك لقاءات كانت بين السفير العراقي مع القوة القضائية. يبدو أنك حقيقة لم تتابع أن نشاط سفيركم في طهران. سفيركم يحضر في الندوات الثقافية، المعارض الثقافية، لقاءات مع مسؤولين على المستوى الاقتصادي، يمهد لهيئات رفعة المستوى تأتي من العراق إلى إيران. هذه مهام السفير، ولكن أنا أقول هذه المهام دبلوماسية حقوقية قانونية حسب المنصوص في قوانين الدولية، حسب المنصوص في البروتوكولات. إذن ماذا يعني، لماذا يذهب سفير من دولة إلى دولة أخرى ولا يحق له أن يتحرك؟ طيب ليش محترض السفهان يا سيدي؟ وهذه الرسائل يا أستاذ هادي، ليش احترضت على تحركات السفهان قبل شوية؟ فيما يتعلق بالأمن، قبل شوية كنت تحترض على السفهان السفير السعودي بالعراق وتقول عنده تحركاته وكان يستحق الطرد، ليش تحترض عليه؟
لا 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 عفوا أرجوك لا تقولني ما لم أقوله. أنا قلت تدخلاته لم تحركاته. أنت أفقه مني باللغة العربية، صحيح أنا اسمي أفقهي، بس أنت أفقه مني باللغة العربية حبيبي. أنا قلت تدخلات، وكان يثير النعرات الطائفية بين الشيعة والسنة. هذا يعني هذا تقرير من وزارة خارجيتكم، ليس من عندي أنا. فأنا لم أقول تحركات السفير السعودي طردته، تدخلات طردته، في حين أنه تعترض على لقاء رسمي بروتوكولي من مهام السفير بينه وبين مسؤول القضاء الأعلى. بكرة يلتقي به رئيس الوزراء، بعد بكرة يلتقي برئيس الجمهورية. إذن ماذا، ما هي مهام السفير إذا لم يلتقي بهذا وذاك حسب المهام الموكلة إليه؟ أستغرب على هذه الأسئلة. يعني السفير العراقي تحدثت لي أنه كان يعمل ندوات، ما كان يسوي لقاءات رسمية، بس ممكن تذكر لي شيء أستاذ؟ ما قلت يعمل ندوات. بس أنا يعني أنا ما متابع السفير العراقي يشارك في بشكل جيد. ممكن تعطيني فد لقاء للسفير العراقي مع زعيم حزبي أو سلطة قضائية بإيران؟ يعني أنا أضرب لك مثال. قبل الكورونا كان هناك لقاء لصحفيين وبعض الأخوة المسؤولين في مكتب المجلس الأعلى الإسلامي للعراق، ودعينا إلى مادة إفطار، وكان هناك الممثل الثقافي لسفارتكم في هذه الجلسة. ما المانع؟ يعني عندما تكون هذه اللقاءات مفيدة ومثمرة، هذا ما هو المانع أخي العزيز؟ هذا هو هي عن جلسة عامة يحضرها الممثل الثقافي العراقي. ما هي فلسفة أنا وجود أتحدث الحق لك تجاري. يا أستاذ هادي، عن جنرال إيراني يدخل العراق ويطلع براحته مثل إسماعيل قاآني. يا سيدي أرجوك، أنت دبلوماسي تعرف شنو الفرق؟ يدخل بصفة رسمية ويخرج بصفة رسمية، ويدخل بتنسيق مع الحكومة العراقية. هي تفضل أستاذ غالب. ما يعني نتكلم وبيننا الله عز وجل في هذا الجانب. يعني شوف أخي العزيز، حكومة ما بها خير بالنسبة إلى التشيع العظيم، التشيع العظيم الذي حفي به الجثمان السليماني، وكذلك هذا التشيع من حق لأنه قتلوا واستشهدوا في العراق وناضلوا ضد داعش، يستحقون هذا التشيع. ولكن هذا التشيع الجماهيري لا يعني يبرر تدخل إيراني من جهة أخرى. هذا موقف شعبي تثميني، والمرجعية أصدرت بيانها التثميني، لكن هذا لا يعني إلى أنه يجوز يقبلون إلى أنه إيران تحول المياه العراقية، ولا يعني هذا إلى أنه أثناء زيارة الأربعين يكون هناك اعتداء على 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 الحدود والدخول عنوة. هذا لا يعني القبول بهذا الشيء. لكن عزيزي ينبغي أن نفرق بين الأمور حسب الأحكام الشرعية، للأحكام الشرعية بعناوينها العامة. يعني هذا واحد. الشيء الثاني، يعني أنا هذا السؤال اللي تبع تسأل الأخ الكريم حول علاقة أو حول اللقاء ما بين الأخ السفير الإيراني وفائق زيدان، أعتقد لو تسأل فائق زيدان أحسن يكون. يعني السؤال إلى فائق زيدان، أنت إيش عندك يوميا مقابل مرة السفير الأمريكي ومرة مقابل مرة هو السفير الأستاذ الإيراني ومرة مقابل كذا؟ أنت قضائي، يعني أنت قضائي، يعني أنت قضائي، إيش عندك؟ فالخلل ليس بالجانب الآخر بصراحة. لا هو الأستاذ هادي يعني هو الرجل جت دعوة، بس يعني أستاذ هادي يقول أنه الغرض متابعة ملابسات قضية اغتيال الشهيد سليماني. يعني بس يا واش، بس أقول سؤال أستاذ هادي، يعني الملابسات يتم أقول لحد الآن إيران لا تعرف مقابلة وفق القنوات الدبلوماسية وكيف صيرها. أقول أستاذ هادي، هل يعقل أنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحد الآن لا تعرف ملابسات اغتيال الحاج سليماني، وهي تقوم بزيارة السيد فائق زيدان حول هذا الموضوع؟ ترى أصغر عراقي تسأله يقول لك منو اللي قتل الحاج سليماني يا سيد.
اسمح لي بس أعلق على ما تفضل به أستاذ شابندر، لأن عاد هذا الموضوع أكثر من مرتين أظن. موضوع تحويل المياه، أولا لا يوجد هناك تحويل مياه أصلا، ثانيا نسبة المياه الإيرانية التي تدخل العراق 2%، وباقي المياه تدخل من تركيا بنسبة 98%، هذا ما صرح به المسؤول التركي. واليوم تركيا تبني أكثر من 10 سدود على دجلة والفرات، وهذه شحة المياه في الحقيقة موجهة أولا وبالذات إلى التركي. فيما يتعلق بشحة المياه في الحقيقة، هذه السنة كل دول المنطقة تعاني الآن من شحة المياه ومن بينها إيران، وهذا الموضوع أثير في قناة دجلة. أنا لاحظت، لا يا سيدي أستاذ هادي آسف، ما بس أكو عشرات الأنهر تم تحويلها من قبل إيران، أكو تحويل مسارات، أكو تحويل مسارات، هذا موضوع يعني معروف جدا للعراقيين. شكرا لك أستاذ هادي. يا أستاذ عزيز أيضا أخي العزيز، هذا ادعاء أستاذ، أنا كل كلامي ادعاء، يعني على ما يبدو أنه كل كلامنا اللي جاي نحكي وياك ادعاءات. عموما شكرا لك أستاذ هادي أبقهي دبلوماسي إيراني سابق، وشكرا للأستاذ غالب الشابندر باحث ومراقب. ما عنده وقت، لا لا اسمح لي ملاحظة، نحن ندين تركيا تمارس دور غير 89 تجاه العراق. أنا قلت 98% أخي العزيز، بس أكمل لك، هي كانت شكرا من تركيا. بس أكمل أستاذ غالب، بس أكمل يا أستاذ هادي. أنا لا، عندما أنقد هذا الموقف الإيراني لا يعني أنني راضي على الموقف التركي. شكرا. بعدين وزارة الموارد المالية المائية وكذا هي اللي وصلت فكرتك. شكرا للأستاذ هادي أفقهي دبلوماسي إيراني سابق من طهران، والأستاذ غالب الشابندر باحث ومراقب سياسي من بغداد. شكرا لضيوفي الكرام. سؤال حلقة اليوم، لماذا تعين إيران سفراءها في العراق من الحرس الثوري؟ أترككم مع إجاباتكم، والملتقى لاحق. شكراً.